عصر الدولة القديمة عرف بعصر الدولة بعصر بناة الأهرامات. بما تفسر ليه عصر الدولة القديمة عرف بعصر بناة الأهرامات؟ لا، بسبب كثرة بناء الأهرامات في هذا الإيه العصر، أو بسبب اهتمام الملوك ببناء الإيه الأهرامات. ويعتبر بناء الأهرامات ده بيدل على عظمة الحضارة المصرية وعلى ما توصل ليه القدماء المصريين من تقدم في مجال العمارة والإيه والفنون. يبقى التاني، يبقى بما تفسر عرفت الدولة القديمة بعصر بناة الأهرامات بسبب قصة بناء الأهرامات في هذا الإيه العصر. مفهوم الهرم هو بناء حجري ضخم بيتكون من عدد من الحجرات، كل حجرة ليها مهمة. أول حجرة بيوضع فيها تابوت الملك، وفي الحجرات التانية بيتحط فيها الأشياء اللي كان بيستخدمها الملك في الدنيا، وبيبقى جنب الهرم بيلحق بيه معبد عشان تقام فيه الصلوات على روح الإيه الملك المتوفى. يبقى ما المقصود بتعريف الهرم، أو ما المقصود بالهرم؟ هو بناء حجر ضخم بيتكون من عدة ايه حجرات. من أهم ملوك الدولة القديمة الملك زوسر. الملك زوسر ده مؤسس الأسرة الثالثة، وعمل هرم اتعرف بهرم سقارة المدرج. لأن ليه هو اتعرف بالهرم المدرج؟ عشان هو بيتكون من 6 مدرجات، كل أو 6 مصاطب، كل مصابة أصغر من اللي تحتيها. يبقى السؤال هنا بما تفسر تسمية الهرم سقارة أو هرم زوسر بالهرم المدرج؟ لأنه يتكون من 6 مصاطب. برضو من أعمال الملك زوسر إن هو مد حدود مصر جنوبا عشان يسيطر على النوبيين، وسيطر على النوبيين الموجودين في جنوب ايه مصر. وزي ما عندنا كده صورة الهرم الايه المدرج، وباين ان هو بيتكون من 6 مصاطب. عندنا الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر، وعرف الهرم الأكبر بأن هو أحد عجائب الدنيا الـ7 بسبب براعة حجمه وضخامة إيه تصميمه. يبقى بما تفسر يعتبر الهرم الأكبر من أحد عجائب الدنيا بسبب براعة حجمه وإيه وضخامة حجمه وبراعة إيه تصميمه، بسبب ضخامة حجمه وبراعة تصميمه. عندنا الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر، وعرف الهرم الأكبر بأن هو أحد عجائب الدنيا الـ7 بسبب براعة حجمه وضخامة إيه تصميمه. يبقى بما تفسر يعتبر الهرم الأكبر من أحد عجائب الدنيا بسبب براعة حجمه وإيه وضخامة حجمه وبراعة إيه تصميمه، بسبب ضخامة حجمه وبراعة تصميمه. آخر عندنا ملك عندنا هو الملك منقرع، وده أو منقرع ده صاحب الهرم الأصغر. وكده يبقى عندنا الـ3 أهرامات اللي هم موجودين في الجيزة، هرم خوفو وهرم خفرع وهرم إيه منقرع. وزي ما عندنا موضح عندنا في الإيه في الصورة، الملك خفرع صاحب الهرم الأوسط، وهو اللي أمر بنحت تمثال أبو الهول. تمثال أبو الهول راسه راس إنسان لأنه بيدل على العقل والذكاء، جسمه جسم أسد ده بيدل على القوة. يبقى اللي أمر بنحت تمثال أبو الهول هو الملك إيه خفرع.